الأمم المتحدة قدمت وثيقة شكر للدولة المصرية على جهودها الكبيرة اللي قامت بيها في استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27 واللي شهد حضور 66 ألف شخص. كان في المؤتمر أكبر وجود للوفود الأفريقية في تاريخ قمم المناخ. خلينا نتابع. منظمة الأمم المتحدة قدمت وثيقة شكر لدور وجهود الدولة المصرية على الاستضافة والتنظيم المميز لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، وأعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن سعادته البالغة بنجاح الأعمال التنظيمية التي قام بها الشباب المصري المتطوع، وحرص الأمين العام على التقاط صور تذكارية جماعية لهم، كما منحتهم سكرتارية الأمم المتحدة شهادات تقدير تكريماً لهم على دورهم الفاعل في نجاح القمة. وقد حظيت القمة باهتمام كبير ومشاركة دولية واسعة بحضور 66 ألف شخص من الفئات المشاركة بشكل رسمي في القمة. وحرصت الدولة المصرية على قيادة وتعزيز المشاركة الإفريقية في هذه القمة التي شارك فيها أكبر وفود إفريقية في تاريخ قمم الكوب. شهدت القمة العديد من اللقاءات الهامة بين قادة وزعماء العالم، ودارت على طاولتها الكثير من المفاوضات بين الدول الأطراف في مؤتمر المناخ، وعقدت سلسلة من الجلسات النقاشية حول قضايا البيئة والمناخ، وعرضت الكثير من المشروعات والمبادرات والأعمال الفنية الصديقة للبيئة. وخلال القمة عقدت 627 جلسة وفعالية في المنطقة الزرقاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وكذلك نظمت مصر كدولة مضيفة لقمة المناخ COP27 العديد من الفعاليات تحت إشراف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم. حيث عقدت 197 جلسة وفعالية في المنطقة الخضراء و118 جلسة في حديقة السلام ومنصة منتدى شباب العالم. وتميزت قمة COP27 عن العديد من القمم السابقة بالانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ، حيث نجحت جهود الدولة المصرية في التوسط بين الدول الأطراف المشاركة في القمة للوصول إلى اتفاق تاريخي بشأن التمويلات المخصصة لمواجهة آثار التغيرات المناخية بما يخدم مصالح جميع دول العالم، خصوصاً الدول الإفريقية والدول النامية. ولأول مرة يجلس الأطفال على مقاعد المنصة في قمة المناخ COP27 ليعبروا عن رؤيتهم لمستقبل العالم وحقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة طبيعية آمنة وصحية. وكذلك كان للمرأة دورها البارز في القمة التي استضافتها مصر بمشاركة أكبر عدد من الفتيات والسيدات في تاريخ مؤتمرات المناخ السابقة.